طيب انه كنا نقعد عادي، كان دلو بابا يرفه لنا عن حالنا، كنا انه ما يخوفنا، ما يعملنا شيء، ما نتنقز، كنا نقعد نلعب عادي. وقت ما انه اسرائيل نكب صاروخ، ما بس ننقز شوي بيرجع بابا بيخفف لنا عن حالنا، وكنا وقت ما تمرق الطياره عادي نوقف نتفرج عادي، ما نخاف وهيك عادي. One of the main problems that we are facing here in this area is the people, they know how to deal with physical troubles, but not with mental troubles. This is why one of the main responsibilities of our project is to aware these parents and tell them that this is the normal situation after the war, after the 33 days bombing during the last conflict. ثلاثين يوم وأنا الليل ما بعرف وما بعرف نوم، بس جيت تأثرت في أنا الحرب مثلاً، أعصاب وصار جسمي كله يوجعني وتعبنا وهيك، وبعده نحديت هلا على الأوضة أولادي ما بفوتوا لحاله، على الحمام ما بتقدر تفوت الكبير، فوق على الباب أنا أو تخلي الباب مفتوح. يا ماما معلش خلص راحت، قال لا هيدي الصغيرة، عندي بنتي الصغيرة عمرها 7 سنين. أنا بقول له لا يا ماما، إيه ما هالفكرة من راسكم، حرب ما عاد فيه، بس نحن كونا يعني مثلا بتجي الحرب بتجي، بس نحن بقول انا بقول الحرب ما عاد فيه خلص، لان الحرب انتهت، وصلت لهون وانتهت، من هون يكون رايح بقول لهم ما بعرف شو بجد، يمكن انا هالسنه موت، تعيشوا لحالكم انتم، ما بعرف شو بجد. ايه يعني انا مثلا حدا ضاع من عمره، نحن عنا بنقول يمكن موت، وانتم تعيشوا لحالكم، ما ديروا بالكم على حالكم وعلى وضعكم اللي انتم عايشين فيه.